هو ايه؟ طب انا هروح فين؟ طب هتروح اي اخرتها؟ طب ومش عارف ايه الحاجات دي بقى، كانت بتحطني في قفص ابن متناكه، بتخليني ما بعرفش اعمل مزيكا اصلا، فاهم؟ فما بقتش افكر التفكير دوت بقى، بقيت اغير بقى مفاهيمي عن الحياه. فهو الحوار اصلا مش حوار مزيكا بس، لا ده الحوار على اوسع بكتير. انا بكلم نفسي. معلق الكيس بتاعت البيانو، كاتبها هنا عشان مش بحفظها، عشان العبها هنا على طول. بص، الاول كنت انا اصلا ما بعملش بيتات، كنت بكتب كنت بكتب ليركس بس. فانت داخل تنام، قبل ما تنام كده بتلاقي في بارين ثلاثه جم، اوف ايه ده، لازم يتكتبوا، فاهم؟ تروح جاي صاحي من النوم كاتب البارين ثلاثه، وهكذا. البارين ثلاثه دولت بقى بيجوا منين؟ انا مش عارف. عامل واروح جاي عامله كده، اسيبه في الريكوردر، اروح اسمعه، احوله ميلودي. عايز بيت، كلها بقت بتدوس، كلها بتفوز، ما تكلم مش بفلوس. عايز بيت، مينفعش تبقى زميل، تحرق جاز كتير ما عرفتش برضو. عايز بيت، كلها بقت اعلام، كلها بتشيل وتنام، كل البشر بلسان بس الاهتم بيبان. الشغله دي مش هتبات، واو على الدغري مفيش مجاملات، واو كاريزما تنور السادات، واو قول لي عايز بيت. قدر ماراثون بجريك الحكومه بتطاردني، عمر حد فيكم كان شاغلني. بس اللي هو الراب مش كله بيسمع راب. اشتغلت في محل هدوم، اشتغلت في كارفور، واقف على القسم الرجالي، تعاركت فيه، وقفوني على قسم الاطفال. لما بتمر في حاجه في حياتك وتكتئب، وتيجي تقعد في الاوضه، تقعد تبص في السقف وتفكر، طب سابتني ليه؟ طب هم عملوا معايا كده ليه؟ الاكتئاب بقى اللي انت بتمر بيه هنا ده، الافكار في دماغك مرتبطه بالمكان ده، انت قعدت تفكر في الموضوع في المكان دوت. وصل لك؟ مش هطلع حاجه، لان انا خلاص اللي استلهمته من الاوضه دي طلعته اوريدي. يعني انت لو نازل عشان تلاقي الهام مش هتلاقي. لحد من قريب ما كنتش عارف انا هكمل في الكليه ولا لا، لحد ما عملت الغلاف. الغلاف بقى عرفتني ان انا خلاص دي سكتي وده مصيري. ده السيجنيتشر بتاعتي. وانت داخل اي حفله، عاوزت في مره الاقي نفسي كسرت سن طلع لي ناب. انا قتلت دمى، لقيت نفسي رجعت اجمد، فاهم؟ عاوزت في مره الاقي نفسي كسرت سن طلع لي ناب، شفتوا مني ده الغلاف، صعب افتح لك الكتاب، سهل افتح لك النفوس، معلش تخلص الخلاف، معلش تخلص الخلاف، معلش تخلص الخلاف. ربي قال لي ما تتحوكش العبد، اوعى تروح لغيري في يوم وتلقى محدش فيهم راح يسمع، مهما تنادي ومهما تزعل مختلفين وعلينا العين، سكتنا سالكه لفوق بنطلع. اصل في الدنيا الناس نوعين، ناس بتشد وناس بتلمع، دماغ شغاله مش بتنام، سبب فشلنا في العلام، عربي وقفتها وجبنا رتونه، ازميلي بتسعى للكلام، بتزولش انا برز، مفيش غير فلوس جوه راسي، شركه دايره مع البط، لو في ايدك جنب بوز، بيني وبينكو يجي مين، ولا او سكيب تريم، ما بثقش في اي عرس، بلاش اسياد بلاش كبير، حطوش وحي ازاز وفتيه، ومحدش ليه عليا جميل، ولو على الحق مفيش سماح، ان شاء الله في سبيل اروح اتين، ان شاء الله في سبيل اروح اتين، ان شاء الله في سبيل اروح اتين، وقعت معايا تستغيث، تسمع مني تستفيد، في دماغي وسواس، سوق لي ظني بالناس، عملنا بحسنا نضفنا نفوسنا، واتاري العيب من الناس، واتاري العيب من الناس، بتونس بالليل، واتاري العيب من الناس. دي بتضخ، فاهم؟ مختلفين وعلينا العلم، سكتنا سالكه لفوق بنطلع.